حصل جهاز تنمية المشروعات بسوهاج على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدفات والأنشطة، وشهد عام 2022 المنقضي تمويل 16,000 مشروع و176 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، ساهمت في توفير 32,000 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد رفعت. نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة سوهاج في الحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بعد أن نجح في تمويل أكثر من 16,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه، ساهمت في توفير أكثر من 30,000 فرصة عمل. نادر عبد الظاهر علي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وبثنائية الصغر، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية. في الحقيقة أن جهاز تنمية المشروعات بيقدم نوعين من الخدمات، خدمات مالية وخدمات غير مالية، ومن منطلق أهمية قيادتنا السياسية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولما لها من أهمية في الاقتصاد القومي، حيث أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، ولما لها من أهمية حيث أنها طبعا لها القدرة العالية على توفير فرص العمل، احتياجها للتمويل طبعا بيكون أقل نسبيا من المشروعات الكبيرة، المخاطرة في هذه المشروعات بتكون أقل، طبعا هذه المشروعات بتستطيع أن تستوعب العمالة النصف مدربة أو الغير ماهرة، بتبقى طبعا هذه المشروعات لديها القدرة من خلال استيعابها للعمالة أنها تستطيع أن كل العمالة دي تستطيع أن تكتسب خبرة في مجال عملها بهذه المشروعات، بالإضافة لأني طبعا بتبقى لها إضافة للناتج القومي. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يقدم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال دعمها ماليا وفنيا وتدريبيا وتسويقيا والمشاركة في المعارض المختلفة داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات عديدة خاصة بإجراءات الترخيص من خلال الشباك الواحد. عبد الرحيم عثمان، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة سوهاج. طبعا السنة دي الجهاز حصل على المركز الثاني في فرع سوهاج على ترتيب على محافظات الجمهورية. الجهاز طبعا بدعم شركاء التنمية في المحافظة قدرنا نوفر مجموعة من الخدمات المتنوعة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظة. الخدمات دي بتتمثل ما بين توفير خدمات تدريب ريادة الأعمال، كذلك المساعدة في استخراج المستندات الخاصة بالمشروع، منها على سبيل المثال استصدار التراخيص والبطاقات الضريبية، بالإضافة ان احنا بنساعد اصحاب المشروعات في الحصول على التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات من خلال شركاء التنمية سواء كانت المؤسسات الأهلية أو البنوك العاملة معانا في المحافظة، وتمويل المشروعات اللي هي متناهية الصغر والصغيرة. محمد عاطف زياد، جهاز تنمية المشروعات وحدة خدمات المنشآت. الوحدة هنا بتساعد الشباب الخريجين في استخراج الأوراق الرسمية للمشروعات الحديثة أو القائمة، وبنحاول نوفق أوضاع مشروعات الاقتصاد الغير رسمي لدمجها في الاقتصاد الرسمي، ومن خلال توفير مجموعة من المزايا سواء إذا كانت مزايا ضريبية أو غير ضريبية، من خلال تسهيل الإجراءات في مدد محددة. خلال مدة شهر بيكون العميل معاه رخصة للمشروع بتاعه، وبنستخرج بطاقة ضريبية والسجل التجاري، ودي خدمات بتقدم مجانا لأصحاب المشروعات بدون أي رسوم داخل وحدة الخدمات. نجا يوجد الله من سوهاج، صاحب منشأة مصنع أجهزة كهربائية، معنا كاتف معنا مشروع جهاز مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، بيحضرنا المعارض في المحافظة هنا وخارج المحافظة، نحضر كل المعارض وهم التواصل معنا على طول في جميع المعارض اللي في محافظة سوهاج وفي التسويق
معانا دايما متكاتف، كل أجهزة الجهاز معانا 100%. ويأتي جهاز تنمية المشروعات بهدف وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها. محمد رفعت، طيبة.